الأزمة الملفات الليبية، الاقتصادية مهمة الأزمة الليبية وسوريا والقرن الأفريقي. لو نتحدث أكثر عن الأزمة الليبية وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وهذا التعاون، كيف يمكن أن يحل هذه الأزمات دكتور أحمد؟ بالطبع تركيا ومصر وتركيا تمثلان يعني ثقل إقليمي كبير، وتعاون البلدين يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم السياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، خاصة في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في غيرها من الأمور، في إطار الرؤية المصرية وهي الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وسيادتها، رفض التدخلات الخارجية، العمل على دعم المؤسسات الشرعية ورفض الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وهذا يمثل أهمية كبيرة حقيقة، وأن هناك مصلحة مشتركة للبلدين في تصفير المشكلات في المنطقة، في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، لأنه يمثل بيئة مهمة لتحقيق التنمية والظهار والتعاون. أيضا على المستوى القضية الفلسطينية أيضا يمثل أيضا التعاون بين البلدين أهمية كبيرة في موازنة التيارات أو الداعمة لإسرائيل، خاصة الجانب الأمريكي وبعض الدول الغربية، ووجود موقف عربي وموقف أيضا إقليمي داعم للموقف المصري دي فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، ويعطي رسالة أن إسرائيل لن تنفرد أو تستفرد بالشعب الفلسطيني، أن هناك رفض إقليمي ورفض دولي لهذا العدوان وما تقوم به، أن هناك إجماع إقليمي ودولي على العمل على إقامة السلام الدائم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.